Grabe. Stand yan sa kanina, istirahat nila. Alhamdulillah Ustaz Al-Sia sudah hadir di tengah-tengah kita, juga Ustaz Anwar, tinggal Ustaz Nuh barangkali ya. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan para asatid khususnya dan juga umumnya para jamaah yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sembuhkan seperti sedia kala, dan kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya, mudah-mudahan kita terhindar dari wabah yang sedang melanda negara kita. Kemudian yang kedua, kita doakan salah satu jamaah kita ya, dulu juga sempat aktif di Khotmil Quran, Bapak almarhum Iim Imron Rosyadi, yang kemarin dini hari berarti meninggal di rumah sakit. Informasi terakhir penyakitnya tifus, 2 minggu dirawat katanya. Mudah-mudahan Allah atau beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Wala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا موجود يا عزيز يا
جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا نوحي إلى خلط النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته وأهل بيته ثم إلى جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء العالمين المصلحين المخلصين وجميع ملائكة المقربين خصوصا سادتنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وخصوصا قطب الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسره وفضله ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشرق أرض الله برها ومرها وخصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخصوصا من اجتمعنا ها هنا بسببه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه وعافهم واجعل الجنة مثواهم اللهم لا تحرمنا ولا تعطينا بعضهم في الأرض اللهم اجعل قبرهم روضة من بين لا تجعل قبرهم لا تجعل قبرهم خوفا من خوف إنا نروح الحمد لله رب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من